خالتنا السلام عليكم. شوفوا هنا يا الحسون راهو ياكل في بودور تاع نبتة القرايص اللي هي الحرائق اللي تكلمنا عليها، باللي كي تجيب النبتة هذه لازم يكون فيها البذور، خاطر هما اللي يحفزوا الطير على التزاوج، هما اللي فيهم القيمة الغذائية الكبيرة. ياك تشوفوا خاوتي الصوت كيما نقولوا الصورة هي اللي تهدر، وياكل غير في البذور، حتى لو ياكل الأوراق ما ياكلش بزاف، ياكل كمية صغيرة. والحسوني تلقاه ياكل الأوراق بزاف، عرفوا بلي هذا تاع القفص، ما كيما نقولوا ماشي في البرية، ما عرفش هذا الحراق ما عرفهاش في البرية. فهمتوا خاوتي؟ كيما راكم تشوفوا هنايا، هنا بعد ما خلاص الأكل ها وليك لقى البذور وخلى الورق، تما خاوتي كي تجيبوا الحرايق تجيبوه بالبذور تاعو ولا ما تجيبوهش؟ هكذا خاوتي. السلام عليكم.